مرحبا ومسهلا ابو حسين بن صالح اخوينا خابرينا الامريكي والدته مسوي عمليه تو طالع بالسلامه ونقول الحمد لله على سلامته ظاهر من الشر يا ابو حسين له حق ان نروح نسلم عليه لما قال في مكان الوالد وعنا رايحين والله يستر اشاره صفراء سلمى الله يبقيك يا مرحبا يا ابو صالح ارحب يا ابو مطلب يا مرحبا شباب انا شوفه انا ما ادري سلام الله حييك والحمد لله سلامت الشايب يا مرحبا يا مرحبا والله احد منكم عندي شايب ها قول ان هذا اخوي العاقل الثقه امدحني عمي الدكتور موجود هنا بعد اللي درس في الجامعه اللي لعب في صحته رايد مرحبا ومسهلا الغاليين يلا حيهم الله يقبلكم ان شاء الله عند الله وخلقه يا اخواني تونا طالعين من الدشين مصلين المغرب اللهم لك الحمد طيبين وبخير ما وش عاد تبي من ذا الدنيا قابلنا عم حسين عنده له مزين له كتاب مزين له كتاب تخيلوا الكتاب هذا كم قعد سنه عشان يزينه 10 سنوات ويقعد يزين ذا الكتاب لا اله الا الله لا اله الا الله صراحه بصراحة حسين عاد بصارعك قسم بالله يا عمك انه فاضي واكبر واحد فاضي في الحياة هو ما بعد شفت افضى منه في حياتي الا ذا يدي 10 سنوات قد جهزت الكتاب 10 سنوات انا من يوم خلصت من الجامعة حالة بالله ما عاد اقرب ذا الكتب ولا عاد اجيها كتب خلاص توبة جابت لي التكاك ضيقة هنا أنا. والله الخرج مدينة الخرج كراهت عشان ذا الجامعة هي ما لها دخل ما لها ذنب بس الجامعة على طاري ذا العلوم وما العلوم في قبل يومين جالس في المجلس وسولف واحد فتح له موضوع ما ادري كيف الحين احنا نسمع ان فيه فلان ملبوس وش الملبوس يعني داخله جني تسمعون يعني ناس يقربوا لكم ناس ما يقربوا لكم تسمعون ذا السوالف ان في الشخص ولا فلان ذاك داخله فيه جني ويقرون عليه عند فلان وعلان في واحد قال ما الشيء هذا ما موجود قال كيف جني يدخل بإنسان ما جيب لي دليل واضح قلت يا اخوي كيف طول عليكم قال هذه اللي تحصل اللي يروحون يقرون عليهم ما ادري ايش قال هذه مريض نفسي يعني اللي تحصل له هذه اضطرابات نفسيه تحصل له كل فتره الهرمونات تنقص ثم تحصل له ذا الحاجه وتحس انه كانه ملبوس قلت يا ولد قال فيه عقل باطني يا رب عاثر فيه بطننا عقل يقول عقل باطني ما ادري المهم فيه عقل داخلنا غير عقلنا اللي فيه راسه هذا اللي يكذب عليك ويعيشك الاشياء هذه ولا ما فيه جن يدخل انسان قلت يا ولد صل على النبي وذا العالم ذا اللي يقرون عليهم وذا العالم اللي انا عاد ما ادري هذا كلام سمعته من شخص وانت والله ما ادري انا خابر في ناس يقرون عليهم بيهم جني هذا يقول لا ما لي الله يعز النعمة ابو صالح رجال جاي من جاي من برك مستغرب من الاشياء اللي يشوفها ها؟ ايه ايه في برك عندهم كافيهات في برك مبع كافيهات جايته منك فكر الكافيه ها جايته منك ما شاء الله يا فريش اول من فتح كوفي ايه ها؟ عيته وين عشان العافي برك ايه هو البرستا شوف عاي 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 وهو متعلمها من اخوه يعني؟ ها ايه ما شاء الله الله يعز النعمة يا رجال صرة ما تقسمها صرة يا مدير تعال عادتك لي دايم متعال
وين الناس؟ قاعد اكل حلال، خرب جوي يا اخوي. حلال ياكل حلال؟ لب عدها بتاكل بالله عدها؟ حلال ياكل حلال؟ لب ذا الشنب في ذمتك ما بدخلت السجن. دقيقة ما بدخلت السجن على الشنب؟ ها؟ قضايا اجل مجرم. قضايا الشنب اي لازم يشوف، لقى الواحد عنده شنب. اسمعني، لقى الواحد عنده شنب لازم انه يسوي قضايا. سوى اي شيء يا اخوي. اسرق يا اخوي، اليوم فاضي بالليل؟ فاضي؟ روح شوف اسرق لك اي شيء. اسرق شنب؟ اي شنب يشلون في السنة. يا اخوي شنب لازم عليك قضايا. اعطيك اياه وتحمل قضايا كل لا اسمع خبرك بقاله مصبوطه. بس والله يا الكت كات انا عنده خمس كراتين. كاميرا ولا؟ ها؟ كاميرا؟ حلو ساطن بس خش شنب. لا انا مضيق عليك. وضعيتنا على ذلك مش كنا راكبين. انت كمارات سوى جو سوى الدالشة اصبر شاك رايحين وين هنا رايحين صبرين ما يعرف الرين قول اي ديرة ثانية ما يعرف الرين طيب علش انا بادي يبيلها ديرة كذا مدر وادي ايش عبود وادي ضبا مهو ب ادور شيء ليه ما دار تصير؟ خايف خايف منك انت شرباتك والله خايف منك سوى ما يمشي متين شوف العصبة بس شكله راعي لف ودوران صح؟ حياتي ها؟ شو ترات؟ ايه تلكر علومك انت شو مسوي للدنيا؟ استراحة والله يقطع ذا الكافيهات والله ماني بدانيها بس اخوي انا الله يهديهم كوفي كوفي ولا والله ما نبقبرها ولا المدنية يا ربي استراحة لا تقول فلان وتشوف ذا العالم عندك خليك سولف السناب السناب ايش تقول قبل شوي والله اقول دام هذا استقبالهم يا ربي هالكوفيهات يا ربي هجستن فيها قبل شوي اتكلم اقول عنب البوفيهات اوه روحوا ريحة جورجيا أرحب يا رجال